السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح عملة البيتكوين. الموقع بيدينا يوميا 17,000 ساتوشي والحد الأدنى للسحب 20,000 ساتوشي يا شباب. موقع ممتاز جدا، ودي الخطط اللي موجودة في الموقع اللي حابب يرقي خطته. الموقع بيسحب مجاني يا شباب. لو جينا من هنا كده على الويزدرو او السحوبات هنلاقي يا شباب ناس ايه سحبة النهاردة. كل دي سحوبات يا شباب من الموقع، وهنا هتلاقي الحد الادنى اهو 25,000 270 كان في ناس شايفها امبارح سحب 20,000 اهو، سحب 45. المهم شوف الحد الأدنى 40,000 ساتوشي، 25,000 ساتوشي يا شباب. معلش عندي برد مش ضايع خالص. هنيجي للتسجيل يا شباب في الموقع. هنرجع كده، طريقة التسجيل في الموقع سهلة جدا. بنحط عنوان، طبعا دي أساسيات الموقع، بنحط عنوان البيتكوين وبنعمل تسجيل دخول. انا مسجل في الموقع بالليل عشان كنت اعمله فيديو بالليل، بس قلت ايه افضل ان اعمله الصبح. زي ما انتم شايفين انا عندي 8,410 ساتوشي. تمام، عندك هنا المؤشر ده بيملى وبيديك الارباح بتاعتك، والموقع لو الجهاز مطفي شغال برضو عادي. هنترجم باللغة العربية. اه يا شباب هنا الخطط اللي قلنا عليها، اللي حابب يرقي خطته يطور. ودي الناس اللي هي ايه العاملين على الموقع. هنيجي من فوق هنا، هنا عندنا في مسابقات للمستثمرين اهي يا شباب، وفي عندنا ايه تاني، نترجم كده باللغة العربية برضو. وهنا الصفحة الرئيسية، وهنا السحب، وهنا هنرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا. برنامج الإحالة من هنا، هنا المالية يا شباب والسحب اهو. خش من هنا كده، بتحط المبلغ بتاعك وبتعمل طلب سحب طبعا على المحفظة اللي انت دخلت من عليها. دي طريقة السحب يا شباب في الموقع. هتلاقي هنا كاتب لك الحد الأدنى على فكرة اهو، الحد الأدنى يا شباب اهو 20,000 ساتوشي. الموقع لسه يعني ايه يومين ونجرب فيه السحب، وهو يوم ونص ونجرب فيه السحب، ولو صادق يبقى موقع كويس جدا، وربنا يسهل ان شاء الله يكون ايه زي ما احنا متوقعين. من هنا رابط الاحالة يا شباب اهو. انا اي حد بيودع بيديك 30%. ومن هنا السحوبات اللي وريتها لكم. ومن هنا تحديث لو انت عايز تحدث الخطة بتاعتك. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. معلش عشان تعبان شوية مش قادر اتكلم كويس. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.